خلقته عليه الصلاة والسلام. يقول أنس رضي الله عنه كما في الصحيحين: بعثه الله عز وجل على رأس 40 سنة، فأقام بمكة 10 سنين، وفي رواية 13 سنة. وأهل اللغة حينما يذكرون العدد وفيه كسر إما أن يجبروه وإما أن يحذفوه، ولذا جاءت هذه الرواية قال: فأقام في مكة 10 سنين، بناء على حذف الكسر، وإلا فالرواية الأخرى أنه مكث 13 سنة وأقام بالمدينة 10 سنين، وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء. لو قال قائل: ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: شيبتني هود وأخواتها، كما عند بعض أهل السنن. الجواب عن هذا كما قال الشراح أنه عليه الصلاة والسلام لم يظهر به شعرات بيضاء كثيرة، وإنما هذا الشيء المذكور في هذا الحديث إنما هو لضعف جسمه عليه الصلاة والسلام، فكان يهتم بما يقرأه في هذه السور حتى أضعفت وأنحلت جسمه صلوات ربي وسلامه عليه.